والله زعما الصراحه الله يتمم الخير الله يجعل لك عمر ويتمر وتكون ان شاء الله اللي فيها من مكتبه وهو من مكتبه كنطلبوا غير اللي فيها الخير اللي فيها كلينا وشربنا هضرنا وتكلمنا ويمكنناش نصور الناس برانيين اللي قسم الله شركناه معكم اخوتي ودابا غندير تشو معكم غير التالي الفيديو ديالنا نتمنىكم تدعيو معاها ومع كل وليه ومع كل وكل ولد ان شاء الله العربي وقرانه كاع اللي باغي شي حاجه الله يحققها لهم وسأنا معاكم ان شاء الله يا رب والله الحبه ما نكذبش نقول لكم والله الا جاياني بكيه وجاياني كل شيء يعني ما علاش هاد البكيه عاوتاني ما تزفر علينا لا ما تخافش بها ولكني قول الله يسخر دعيت معها راك ايوا صافي ديك الدعوه ديال خليهم زوينين اجي نقول لك ولا تسمع عاوتاني عامين اخرى يطاع وقالك الله يسخر بنيتي الله يسخر البنيه المسلمه جامع اللي فيها الخير لا فيه خير الله يسهل ما كانش فيه خير كلشي مع ما يمكنش المهم اللي دابا اللي درنا جاو عندنا الناس تبعونا ضيفونا طلبوا ضيف الله مرحبا بالله بهم انا مرحبا بضيفك ولكن مازال يعني ما رسيناش الحمد لله هضرنا وغير ردوا ان شاء الله باش يجيو قال كيدفعوا دابا جاو غير شافوا داكشي دابا جاو شافوا تعرفوا علينا تعرفوا علينا تعرفنا عليهم حتى انا مازال ان شاء الله نمشي نشوفهم ونتمنى لبنتك ان شاء الله الخير والبنيه تكمل ان شاء الله الخير امين واللي بغات انا قبلتها شوف راه الضحك ضحكنا ما يكون غير خير ان شاء الله نتمنى غير الخير ان شاء الله حاجه ملي كيكون فيها الضحك ويكون فيها شي ديال نتمنىكم تفرحوا معنا وتدعوا مع مريم الا كان فيه خير الله يزيد لها فيه ان شاء الله والا كان عندها فيه الشر الله يجنبنا منه هذا هو اللي غادي نقولوا طلبوا الخير طلبوا الله تعالى غير الخير حنا طلبوا الخير يكون خير نتمنى البنت ان شاء الله تعيش شي حياه سعيده ان شاء الله وتكون طاعت الله عز وجل طاعت الزوج ديالها ان شاء الله يجيب لي شي عروسه نتمنها تهلا في الزوج ديالها وتربي له الطلبات ديالو وتكون مطاعه عليه ان شاء الله ودير واجب مع رب العالمين تكون عايشه مزيانه مع الاهل ديالو تهلا في خوتو تهلا في الاحباب ديالو هذا اللي غادي نوصيها عليه وتكون واحد الانسانه اللي تكون يعني معنى الزوجه ماشي واحد المثل كيقول له زواج ليله ولكن تدبيره عام نتمنى حنا ان شاء الله تكون ايام السنين ان شاء الله ان شاء الله عز وجل ونتمنى لبنتي تكون ان شاء الله في الشهر الجاي. وتعقب العرايبي جيب له شي بنت الناس قال لي تكون فعلة هكا. ما شاء الله كيما قالت امك؟ بعدا جبتك نجيب لك الزين بعدا البعيدين. كيداير ولدي زين وما نديرش الزين. هو زين وبعقله. الزين لازم ومرضي. وان شاء الله غادي يجيب لك ربي غير اللي فيها الخير وجمال. قريب قريب ان شاء الله غتشوفونا ان شاء الله. يرجع العين كبار والقدمة زين. قريب ان شاء الله غنمشي. كون القدمة زينين والسقال. هو بغى يضحككم والله لما قلت شي قدمة. وكاين شي واحد اللي كيبغي يوليداتو شي حاجة شينا. وشي كيبغي يجيب. والله يطول عمرك ويشافيك. ان شاء الله تشوفي وليداتك كما بغيتي. ايوا اليوم حضروا معايا خوتي الحمد لله. حضروا ان شاء الله قبل خطبة العربي. ان شاء الله. انا راجل لابس على كتفي صندلتي في رجلي لا انت ولا نادية انتم لا صندلتي في رجلي وكتفي لابس على كتفي الله يوفق الجميع ان شاء الله والله كتجيني قداش نفرح من نجيبو شي واحد في ولاد خوتي حاضر ان شاء الله بعدا ما غنموت غير ما نجيبوشكم كاملين هذه عادي تورخ اذا العمر طويل ان شاء الله شوف من شوف اللي طيب شي سنه بحال سنتك غنعرف راسي غنقرب انت دابا اكثر مني وباقي السنه باقا لي ما عندي حتى خرقه ما عندي حتى تخبر عمر طويل طيحنا من تحت فوقاني غطيح الدروس كلشي مشات انا ريم اللي طيحت حتى فوق كانت من يديه ولي بحال هذه خويا ولي هذه طيحها من تحت امر طيحها من فوق طيح من فوق هذه هذه اختي نبدا شفت هذيك الاخت ديالي باقي لاصقه اه 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 انا ضاربه الزمان بالك ما عندي ولاد لا نخمم غيقعدوا بالجوع راسي خوتي انا براسي واكلين واكله فيهم والحمد لله الله يخرج الضحك على خير كنضحكوا معكم اخواتي وصافي كنتمنوا السعاده لاله مريم والسيد العربي والوليدات المسلمين جامعين وكنطلبوا دعواتكم معنا ان شاء الله يسر لها ربي الامور وتكون ان شاء الله من من من, من الصيد ديالو هو عاوتاني يكون من صيدها ان شاء الله يا ربي ويكمل عليهم بالخير الله يثبت الغرس ويدينا معاهم في الصواب الله يثبت الغرس امين امين يا ربي امين نتمنى ان شاء الله يولدوا شي ذريه صالحه يا حشمنا ونكونوا ان شاء الله تا هما زياده في الاسلام ان شاء الله وفي طاعه الله عز وجل ونتمنوا لكل بنت ان شاء الله ولكل الاولاد ان شاء الله شي مسيره موفقه في الحياه الزوجيه ديالها ان شاء الله ونتمنوا الخير للجميع هذا هو اللي بغينا انا اليوم فرحان لبنتي ان شاء الله بحيث هي بغات وانا كملتها الله يكملها بالخير ان شاء الله
ونكمل الجامعة. ونتمنى لكم ان شاء الله تتابعوا على شي فيديو اخرى ان شاء الله قريبا. شتي انا ديال الفرحه ان شاء الله. شتي انا ما تخطبوني ما نختارك. نختار راسي. انت غدبر راسك. جلابته بلغته بالرزه ديالو. يقول لها تديه بلدي على رجل بلدي ما فيه لا هذه ولا هذه. خوتي كلهم غيعيطوا لعزيزي. قال عيطوا لعزيزي. عزيزي. بنتك بنت بالعكس هاد حسام كيدرج عامه غادي نقول هذا راه زال علينا عطيه حتى مالك عامك لا خلاتك تتزوج امس مالك واش مالك لا تقول لا غادي نهار غنساعد نساعد راه ماكاينش انا نشوف طريق والله ما تلقاك بالله امس اللي دابا واش كدير عليك اللي دابا واش كدير عليك كنتمنى تشوفكم زوج ان شاء الله خاصها ديما بقى انا نجبد حداها ماشي مشيت انا عمر داري ندير ولادي شنو كتبان جات ناس بدايه لا انا عمر داري ما ولاد ما كاين ولاد جات ناس حدايا انا عاد غنقولها سير بنت حسب بلاصتك بلا ما تقولي لها سير بلاصتك خالتي ما كايناش ناس حدايا ناس حدايا دابا ما وليتش كنفرش انا وياها في الارض انا السداري هي السداري وانا السداري كنحط الراس على الراس امي ناس حدانا في النويميسيه كنت غنجيبها ساعه قالت لها عمتي قلت لها راسك غتعلمها من بعد عاوتاني نجيبها في الغياب في الغياب ثلاث ايام ما عنديش غدا يو غدا غدا نبيت نمشي ولكن ملي كنهضر بنتي انا ما تقراش وعاد الولد العام وتما يعطيهم هذا النهار القرايه يومين ديال الراحه وتجي لهم اليوم القرايه كل يوم ديال العيد ايوا الا الاربعاء والخميس والجمعه عطاهم الجمعه والخميس خليهم حتى الاثنين يقراو خليهم حتى السبت ثلاثه خليهم حتى ممكن نقول لهم داك الشيء قصتنا احنا كنتهاولوا بحال اللي كنتهاولوا ما قدامناش الكاميرا ديال الهوده ديالنا ديما ديما هذا هو تفرشيشنا وتحرشيشنا تقعد صح زين كل ما كثار خيتي راه كي قال تنديروا معاكم غير شويه شويه ما تنضربوش ولا اللي بعد شي كلمه راه ما خصهمش يتقال في الوسط راه الحباب كيتفرجوا فينا والعائله وانا ولات كنفرشش مع خوتي الله يوفق المريم والله يكمل عليها بالخير عقبال العربيه والسي محمد والكل وليه وقال وليدي هذيك بنات ولاد الله يرزق كل جميع المسلمين خارج المغرب وداخل المغرب يرزق كل واحد بزوج صالح ولا زوجة صالحة او الوليدات الصالح ان شاء الله يكونوا متابعين ديالهم لينا وشي حاجة ان شاء الله انا خرج الله يطعم الحلال فيما مشي عرضونا غنمشيو انت راجل اللي عرفتي عليك تشوف الشنطات في جدنا كنسالك شي مرض الوالدين شوف الناس كنطلب من الله هنا يقتلني تنشوف كلشي مجوج وكلشي بدويراته ان شاء الله وكلشي بوليداته ان شاء الله وعاد بغات تجي نموت مرحبا بها والف مرحبا مازال ان شاء الله الدمري مازال مازال اللي يبكي مورايا ولا اللي يشكي مازال الدمري مازال ان شاء الله زعما مازال تفرخ عليك ماشي بحال تخلي منكرشك انت هذول بحال اللي وليداتي يعني بحال اللي ولدتهم ولكن انت تقول لك ما خلاهم وراه ما خلات المراه اللي يبكي عليها شكون اللي ما يبكيش عليك هي وحده غادي ما تجي عند القرا تقرا عليه ما تقارنش عليا الفقيه حيت ما كتوصلش حتى انا تقارني الله يطول في عمرك عمتي اش الموت حتى نضحكوا صافي الموت لا بد منه دار والموت اتي قال لي ما تقولش الله يستر الموت اتي راهي والله يستر لا نزل عليك شي بارطه شي حاجه ما تتعجبش ما الموت راهي انا موت انا لا والو تضحكوا لي دتي هاد الساعه ماشي ديال هاد الهضره وكنتمنوا لاله مريم الراحه ان شاء الله ونتمنوا لها السعاده وتبارك الله عليكم وكنتمنوا هاد الفيديو يعجبكم ان شاء الله وتبارطاجيو الشيء الطيب الله يسهل عليكم نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله وفرحوا مع مريم ان شاء الله ودعيو معاها وخليناكم على خير تايرها بنتكم دعي معاها الله يسهل عليكم